بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غرامة مقدرة ب5 ملايين سنتيم وتعليق لرخصة السياقة تعليق رخصة السياقة لمدة سنة كاملة عند تجاوز السرعة القانونية للرادار. طبعا عندما نتحدث عن المرور وحوادث المرور والسياقة والطريق، طبعا في الآونة الأخيرة لاحظنا هناك الكثير من السائقين، بل ومعظمهم طبعا يجعلون من هذه المركبة، سواء كانت سيارة، شاحنة، حافلة، يجعلون من هذه المركبة أداة تسلية يتأرجحون بها هنا وهناك، وطبعا يصدمون بها الأشخاص والممتلكات والسيارات وإلى غير ذلك، غير المبالين. وطبعا لمن يركب في مركبة يحسب نفسه أنه طبعا يحسب أن الطريق له لوحده، وهناك الكثير من التجاوزات، ويجعلون من هذه المركبة كما ذكرت أداة تسلية ويتأرجحون هنا وهناك، أو أنه يحسبون نفسهم في مضمار سباق. فلنبتدئ الشرح على بركة الله وقراءة هذا النشر الذي سوف أضع لكم رابطه أسفل الفيديو، سوف أتكلم قليلا بالدارجة. كما ذكرت من عنوان الفيديو، غرامة مقدرة ب5 ملايين وتعليق لرخصة السياقة لمدة سنة كاملة عند تجاوز السرعة القانونية للرادار. حيث نبدأ في الموضوع، مجازر مرورية دامية تحدث كل يوم تخصد أرواح المواطنين في الطريق طبعا، ولاحظنا هذا كثيرا، حاسبين روحهم كما يقولوا، معناها الطريق غيريهم، ومعناها اللي ركب في الطنوبيل ولا ركب في حاجة، معناها ركب في الطنوبيل طبعا يحسب روحه، معناها خلاص هاي طير هذا السيد، معناها غير مبالي بالأشخاص اللي من حوله، غير مبالي بالمرة، غير مبالي بأي شيء. والسبب يعود إلى عديد من العوامل، أبرزها الإفراط في السرعة طبعا، السرعة هناك إفراط في السرعة، السرعة غير قانونية، وقانون المرور والقانون المرور الجديد جاء بالتقليل من الحوادث. أين أصبحت المخالفات تتخللها غرامات مالية؟ ومن بين المخالفات الشائعة التي يقع فيها السائق هو تجاوز السرعة القانونية للرادار، أو سرعة الرادار القانونية، حيث قال النقيب كنوش سيف الدين، قائد فصيلة أمن الطرقات بالدرك الوطني، أن طفل أنه يتم وضعه في المحاور والطرقات التي تكثر فيها حوادث المرور. هذا الرادار يضعونه في محاور الطرقات التي يكثر فيها حوادث المرور طبعا، وهناك طبعا سوف يتم التقاط، أو بالأحرى أو كما إن صح التعبير التقاط السائقين الذين يتمادون في السرعة. كما يسمح جهاز الرادار بتسجيل الفيديو الذي تلتقطه لتمكن الكاميرا من توقيف السائقين المرتكبين للمخالفات ومراقبة السيارات المفرطة في السرعة، وهذا في الاتجاهين ليلا ونهارا، بمعنى أنك في الرادار يوجد أصبح طبعا ليل ونهار، معنى ما تقول لا ليل لا نهار. لكن بالنسبة للرادار، فالرادار إذا كان ضبطك يتمشي في سرعة كبيرة طبعا، رايح تخلص واحد الغرامة ليست بالقليلة وليست بالهينة، ليلا ونهارا وفي كل الظروف، المناخية بفضل نظام الأشعة تحت الحمراء، يوجد فيها أشعة تحت الحمراء في الظروف، ريح، معناها رياح، أمطار، إلى غير ذلك، فإن هذا الرادار يخدم ويلتقط هذه السيارات. وفي حال ارتكاب السائق مخالفة مرورية، يحتفظ رجال الترك الوطني برخصة السياقة لمدة 10 أيام ابتداء من تاريخ ارتكاب المخالفة، على أن يتم تسليمه وثيقة تثبت قدرته على السياقة. إذا كان ضبطك في أو قبضك الرادار طبعا، سوف يتم معناها سحب رخصة السياقة، يدوا رخصة السياقة ويعطوك ورقة بها تمشي لمدة 10 أيام طيلة هذه الفترة. ومن أبرز الإجراءات التي دخلت حيز التنفيذ من قانون المرور مطلع فيفري
في فري هنا 2022 يخص متجاوزي السرعة الرادار دفع غرامة تصل إلى 50,000 دينار، 50,000 دينار 5 ملايين، حتى ورقة في ورقة. إذا كان معناها تمديت في السرعة ومنع التقاطك الرادار. وحسب الطرف الوطني فإن تجاوز حد السرعة القانونية المرخص بها تفوق 20% وتقل عن 30% تصنف مخالفة من الدرجة الثالثة، ومن الدرجة الثالثة وتلتزم غرامات مالية في حدها الأدنى. هناك غرامات مالية في حدها الأدنى 5,000 دينار جزائري، اللي هي 500,000 بالدرجة الجزائرية أو بالسنتيم، مع الاحتفاء برخصة السياقة مقابل تسليم وثيقة تمكن السائق كما ذكرنا سلفا من السير أم من السير السير أما تجاوز السرعة بنسبة 10%، معناه إذا كان تجاوزت أو إذا كان تجاوزت بنسبة 10% وتقل عن 20% فهي مخالفة من الدرجة الثانية، وصاحبها عليه دفع غرامة قدرها 3,000 دينار جزائرية و300,000 سنتيم و300,000 بهذا المفهوم بالدرجة الجزائرية. في حين جاء في قانون المرور الجديد أن تجاوز بنسبة السرعة 30% فيعتبر جنحة، بمعنى أنك إذا كانت تجاوزت في هذا القدر معناها جنحة، شغل كلي راك مجرم هكذا طبعا. ويقوم العون بإرسال محضر المخالفة أن مرتكب مرفوقا برخصة السياقة إلى وكيل الجمهورية، وتتمثل العقوبة في هذه الحالة بغرامة مالية تتراوح بين 10,000 و50,000 دينار جزائري، بمعنى من مليون إلى 5 ملايين. كما أنه بإمكان الجهات القضائية تعليق رخصة السياقة لمدة سنة كاملة، وغرامة أخرى تصل إلى 5,000 دينار جزائري أو 500,000 بهذا المفهوم، مع إحالة السائق للمحكمة من أجل تسديد الغرامة المذكورة في حال انقضاء، وفي هنا في حال انقضاء 45 يوما دون دفع مبالغ الغرامة الجزافية يرسل محضر عدم الدفع. هناك محضر عدم الدفع إذا كان عندك أنت ما خلصت في غضون 45 يوم، هناك محضر عدم الدفع للجهات القضائية المختصة مرفوقا برخصة السياق. وهذا ما ورد في هذا الموضوع الذي سوف أضع لكم رابطه أسفل الفيديو. وطبعا بالنسبة للسائقين، طبعا لماذا على واشهة السرعة كما يقولون، على واشهة السرعة على واشهة العجلة، فإن في تأني السلامة وفي العجلة الندامة. وهناك طبعا لمن لم يحترم القانون، لا يحترم لا المارين ولا يحترم تقاطعات الطرق، لا يحترم الإشارات، طبعا على واش عليك بهذا المفهوم طبعا. فهذا طبعا يضر بالمرة ويضر بالأشخاص الآخرين، وقد يضرك أنت. ما لا داعي طبعا لهذه السرعات ولا داعي لهذه العجلة، فالعجلة الندامة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.